بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات طلاب مقرر الإدارة الاستراتيجية، أهلا وسهلا بكم. سوف نستعرض معا في عدد من المحاضرات مقرر الإدارة الاستراتيجية، وذلك في 15 محاضرة. كل محاضرة هي جزئية من المقرر، تحتوي على مادة علمية جزئية من المادة العلمية الكاملة لهذا المقرر. في المحاضرة الأولى سوف نستعرض المفاهيم الأساسية في الإدارة الاستراتيجية، وسوف نتعرف على أهمية الإدارة الاستراتيجية في المنظمات. الإدارة الاستراتيجية أصبحت أحد متطلبات النجاح في منظمات الأعمال المعاصرة. أصبح استخدامها ضرورة ملحة لنجاح المنظمات في تحقيق أهدافها، وذلك في ضوء التطورات والتغيرات المتسارعة التي حدثت في بيئة الأعمال. شكلت التغيرات التي حدثت في بيئة الأعمال في السنوات الأخيرة تحديات كبيرة للإدارة، فإذا لم تتمكن الإدارة من التعامل معها فإنها لن تتمكن من النجاح في تحقيق أهدافها. هذه المحاضرة تهدف إلى الأهداف إلى تحقيق الأهداف التالية. أولا، نريد أن نعطي لمحة موجزة عن تطور أساليب الإدارة الاستراتيجية وسياسات الأعمال، ونتعرف على مفهوم الإدارة الاستراتيجية وخصائص الإدارة الاستراتيجية وخصائص المدراء الاستراتيجيين، كما سنوضح مستويات الإدارة الاستراتيجية ومكوناتها. الإدارة الاستراتيجية غارقة في القدم، تعود جذورها إلى الأصل الإغريقي، فهي تعني فن الحرب. استخدم علماء الإدارة هذا المصطلح، وهو لا يختلف كثيرا بالمناسبة عن المصطلح الإغريقي. هنا يعنون به فن الإدارة أو القيادة، وذلك في بيئة أعمال تتصف بمنافسة شرسة على الأسواق والموارد والعاملين، مما يجعلها أشبه بساحات حرب حقيقية بين منظمات الأعمال. بدأ علم الإدارة الاستراتيجية في الإدارة مع التغيرات المتسارعة في مكونات البيئة الخارجية لمنظمات الأعمال، ولجأ إليها المدراء لتساعدهم على فهم المتغيرات في البيئتين الداخلية والخارجية، حتى يتمكنوا من وضع خطط واستراتيجيات كفيلة بالتغلب على المتغيرات والتحديات وتحقيق أهداف المنظمة. منذ سنوات السبعينات ظهر منهج الإدارة الاستراتيجية ضمن العديد من الأساليب الإدارية، وهو يهتم بتحليل البيئة الخارجية للتعرف على ما فيها من فرص لاقتناص هذه الفرص، والتعرف على المخاطر والتهديدات من أجل تجنبها. إضافة إلى ذلك، فقد اهتم هذا العلم بتحليل البيئة الخارجية للوقوف على جوانب القوة وعناصرها في المنظمة، وتلافي جوانب الضعف والعمل على تقويتها. في ذات الوقت ظهرت نماذج متعددة تزامنت مع ظهور الإدارة الاستراتيجية، منها نماذج تحليل محفظة الأعمال والتي سوف نتعرف عليها في محاضرة لاحقة، كنموذج مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية، ومصفوفة شركة جنرال إلكتريك أو ما يعرف بنموذج ماكنزي، وهناك أيضا مصفوفة هوفر. إضافة إلى هذه النماذج ظهر نموذج بورتر الذي اهتم بتحليل الميزة التنافسية والاستراتيجيات التنافسية التي تستخدمها المنظمة لتحقيق ميزة تنافسية على باقي المنافسين. أيضا في سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين ظهرت مداخل إدارية جديدة شكلت فلسفة متطورة.
هناك العديد من المداخل الحديثة في الإدارة، منها مدخل إدارة الجودة الشاملة، ومدخل إعادة هندسة العمليات الإدارية، ومدخل المقارنات المرجعية، ومدخل أسلوب الخلق الهدام، وغيرها أيضا من مداخل وأدوات الإدارة. في الواقع تعمل جميع هذه المداخل ليس بشكل منفرد، وإنما بشكل متكامل مع مدخل الإدارة الاستراتيجية، وذلك بهدف زيادة قدرة المنظمة على التكيف مع المتغيرات في البيئة والاستفادة من الفرص السانحة وتجنب المخاطر والتحديات. أيضا يمكنها ذلك من تقوية جوانب قوتها وتحسين جوانب ضعفها، وذلك يعزز فرص بقائها ونموها في السوق. أود هنا أن يفرق الطلاب بين الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي. يجب أن نوضح أن التخطيط الاستراتيجي هو أحد وظائف وعناصر الإدارة الاستراتيجية. فالتخطيط الاستراتيجي هو عملية تنبؤ لفترة طويلة الأجل، وتوقع ما سيحصل، وتخصيص الموارد لتنفيذ النشاطات. أما الإدارة الاستراتيجية فهي عملية كاملة، وتنتج كثمرة لتطور مفهوم التخطيط الاستراتيجي وتوسيع نطاقه وأبعاده. تتضح مراحل الإدارة الاستراتيجية من خلال الخطوات الآتية. أولاً، تحديد التوجه الاستراتيجي للمنظمة، وهنا لابد لنا أن نتعرف على ماهية التوجه الاستراتيجي للمنظمة. التوجه الاستراتيجي يتكون من رؤية المنظمة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، كما يضيف عدد من العلماء أيضا القيم إلى التوجهات الاستراتيجية. المرحلة الأولى في عملية الإدارة الاستراتيجية أن نقوم بتحديد التوجهات الاستراتيجية الأساسية للمنظمة، أي أن نصوغ رؤيتها ورسالتها ونضع أهدافها الاستراتيجية. المرحلة الثانية هي مرحلة صياغة الاستراتيجية، تليها مرحلة إجراء عملية للتحليل الاستراتيجي، وهي تتكون من شقين رئيسين. الشق الأول تحليل الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية للمنظمة، والشق الثاني تحليل جوانب القوة والضعف في البيئة الداخلية للمنظمة. المرحلة الرابعة الخيارات الاستراتيجية، وهناك ثلاث مستويات للخيارات الاستراتيجية. هناك خيار استراتيجي على مستوى المنظمة ككل، وهناك خيار استراتيجي على مستوى وحدة الأعمال الاستراتيجية، وهناك خيار استراتيجي على مستوى النشاط الوظيفي. في المرحلة الخامسة يأتي تنفيذ الاستراتيجية التي تم اختيارها. سادسا، تقييم عملية تنفيذ الاستراتيجية والرقابة على الأداء. بالنسبة لأهمية الإدارة الاستراتيجية في المنظمات الأعمال، فقد أظهرت الدراسات أن كثيرا من منظمات الأعمال المعاصرة تحولت من الإدارة التقليدية نحو الإدارة الاستراتيجية، وذلك نظرا لأهمية هذه المنهجية في مساعدة المنظمة على الارتقاء بأعمالها. في الواقع تكتسب الإدارة الاستراتيجية أهميتها من خلال قدرتها على مواجهة التحديات التي تواجهها. وأهم هذه التحديات، هناك تسارع التغيرات الكمية والنوعية في بيئة الأعمال. يلاحظ المتتبع لبيئة الأعمال التي تعمل فيها منظمات الأعمال المحلية والدولية أن هناك تغيرا متسارعا في المجالات السياسية، في المجالات الاجتماعية، في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية. ويتطلب هذا التغير السريع
سرعة في التكيف من جانب المنظمة لكي تتمكن من إدارة هذه التغيرات بطريقة فعالة. ثانيا، هناك المنافسة. المنافسة قديما كانت بسيطة وسهلة، في هذه السنوات أصبحت المنافسة قوية واتسع حدودها. فنرى أن منظمات الأعمال بسبب العولمة الاقتصادية أصبحت تشهد منافسة عالية، ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما أصبح لكل منظمة أعمال منافسون من خارج البلد أو من خارج المجتمع. ثالثا، نجد أن الأعمال أصبحت الآن كونية، بمعنى أنها أصبحت عالمية. تلاشت في عالم الأعمال حدود السيادة، الحدود الجغرافية بين الدول والأقاليم. أصبح هناك منافسة أجنبية تدخل إلى الأسواق المحلية، إضافة إلى اتفاقيات حرية التبادل التجاري. كل هذه التغيرات جعلت من الأعمال يجب أن لا تنافس على مستوى محلي، وإنما على مستوى عالمي. رابعا، التطورات التكنولوجية. التكنولوجيا حقيقة تعتبر وسيلة هامة، إذا امتلكتها المنظمة فإنها تستطيع أن تحقق ميزة تنافسية، وهي ضرورية لبقاء المنظمة في السوق. ولكننا نلاحظ أن التكنولوجيا تتطور وتتغير بسرعة في جميع الصناعات، ولهذا فمطلوب من المنظمات على اختلاف نشاطاتها وأنواعها أن تستمر بمواكبة التغيرات التي تحدث في التكنولوجيا. التحدي الرابع، محدودية الموارد. محدودية الموارد تعتبر من المشكلات الاقتصادية الرئيسة، إذ يلاحظ المتتبعون أن الموارد الطبيعية في تناقص مستمر. إذا نظرنا إلى المياه الصالحة للشرب نجد أن هناك شحا فيها، إذا نظرنا إلى الزراعة نجد أن هناك انخفاضا في كميات الأمطار. إضافة إلى ذلك، فإن استخراج المعادن من باطن الأرض أيضا لابد في يوم من الأيام أن ينضب، وبالتالي فستجد كثير من الصناعات القائمة على استخدام هذه الموارد نفسها تواجه خطر التوقف عن الناتج عن النقص الخطير في المواد الأولية. هناك أيضا تحولا في طبيعة المجتمعات، من مجتمعات صناعية إلى مجتمعات معرفية، وهذا التحول يعطي المنظمة قوة استراتيجية. والتحول نحو المنظمات المعرفية يتيح للمنظمة الاستفادة وتعميم الاستفادة من المعرفة التراكمية المتوفرة لها في جميع أجزاء هذه المنظمة. من التحديات الكبيرة أيضا عدم الاستقرار في أوضاع السوق. هناك تذبذب شديد بأسعار صرف العملات وأسعار الطاقة، يؤدي هذا إلى تزايد عجز ميزان المدفوعات والمدونية للعديد والكثير من دول العالم، خاصة العالم الثالث. إضافة إلى ذلك، فهناك المتغيرات السياسية والحروب التي تنشأ بين الدول. جميع هذه التحديات تزيد درجة مخاطرة المنظمات، خاصة عندما تقرر أن تستثمر في مشاريع طويلة المدى. فيما يلي سوف نتعرف على مستويات الإدارة الاستراتيجية. هناك ثلاث مستويات يمكن أن يتم وضع الاستراتيجية على مستوى المنظمة ككل، وتتولى الإدارة الاستراتيجية الإدارة العليا في المنظمة
عملية تخطيط كل الأنشطة المتصلة من أجل وضع التوجهات الاستراتيجية للمنظمة وحشد الموارد اللازمة وصياغة الخطة الاستراتيجية. المستوى الثاني للإدارة الاستراتيجية يكون على مستوى وحدات الأعمال الاستراتيجية. تتولى إدارة وحدة الأعمال صياغة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بجميع وحدات الأعمال في المنظمة. المستوى الثالث من مستويات الإدارة الاستراتيجية يكون على مستوى النشاط الوظيفي، وذلك يعني أن يضع مديرو النشاطات الرئيسية في المنظمة خطة استراتيجية لإداراتهم أو لوحداتهم، كوضع خطة استراتيجية للتسويق أو وضع خطة استراتيجية للموارد البشرية أو خطة استراتيجية للإنتاج. سوف نتعرف فيما يلي على المهام والخصائص التي يجب أن يتمتع بها المديرون الاستراتيجيون. يؤدي المدراء الاستراتيجيون الأدوار الآتية في المنظمات. أولاً، يقومون بأدوار إدارية رئيسة، منها ممارسة المهام القانونية للمدير، المشاركة في المناسبات الاجتماعية على مستوى المنظمة، الاتصال مع مختلف الأطراف الداخلية والخارجية لضمان تنفيذ العمل، توزيع المعلومات المطلوبة للأداء كل حسب حاجته، التحدث باسم المنظمة في اللقاءات العامة ولدى الغير، السعي لتطوير المنظمة، التفاوض نيابة عن المنظمة، القيام بدور إصلاحي للأضرار الناتجة عن الأزمات التي تتعرض لها المنظمة. ثانياً، دور القيادة الفعالة. يطلب من المدير الاستراتيجي أن يكون قائداً فعالاً، إذ أنه سوف يشكل نموذجاً قيادياً لجميع المدراء في جميع المستويات الأدنى. لذا فيجب أن يمتلك المدراء الاستراتيجيون مهارات قيادية عالية تمكنهم من السيطرة على مجريات الأمور في المنظمات وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها. ثالثا، هناك دور هام أيضا لمدراء الاستراتيجيين، فهم يقومون بإدارة جهود عملية التخطيط الاستراتيجي. لابد أن يتمتع المدير الاستراتيجي بنظرة ثاقبة تمكنه من وضع أهداف استراتيجية تتناسب مع الظروف والمعطيات السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية، تمكنه أيضا من وضع سياسات ووضع إجراءات لعملية التنفيذ، كما يجب أن يتمكن من مهارات الرقابة على أداء العاملين ليتأكد أنها تتم وفق ما هو مخطط. يجب أن يتصف المديرون الاستراتيجيون بعدد من الخصائص، ويجب أن يمتلكوا عددا من المهارات التي يمكن أن نجملها فيما يلي. أولا، يجب أن يكون هناك انضباطية تامة والتزام تام بمواعيد العمل. الانضباطية والالتزام بالمواعيد تشكل سمة فارقة في حياة الإداري وعمله، فمن غير الالتزام بمواعيد العمل سوف تجد المنظمة نفسها تخسر الكثير من زبائنها. لابد أن يكون الاتجاه لدى المدير الاستراتيجي واضحا، كما يجب أن يمتلك قيما إيجابية نحو العمل ونحو التعاون مع الآخرين. هناك أيضا الثقة العالية بالنفس يجب أن تتوفر لدى المديرين ليتمكنوا من اتخاذ قراراتهم بحزم وثقة بالمستقبل.
هناك أيضا مهارات التخطيط الاستراتيجي، وهي تتطلب أو تتضمن العديد من المهارات، فلا بد أن يتوفر للمدير قدرة على التنبؤ بما سيحصل في المستقبل، دراسة وتحليل متغيرات البيئتين الداخلية والخارجية، امتلاك مهارات جمع البيانات ودراستها وتحليلها. هناك أيضا مهارات الربط بين المعطيات والقدرة على الاستنتاج والاستقراء. أعزائي الطلاب، وصلنا إلى نهاية المحاضرة الأولى، ومن المفيد ربما أن نستعرض بعض الأسئلة الموجودة في نهاية المحاضرة لنستفيد منها. على سبيل المثال، إذا وضعت الإدارة العليا للشركة استراتيجية لنشاط الإنتاج، فإن ذلك يعتبر من أي مستوى؟ هذا هو ليس على مستوى المنظمة وليس على مستوى وحدات الأعمال، وإنما على مستوى النشاط، نشاط الإنتاج، نشاط التسويق، نشاط البيع وهكذا. متى يتم تحديد عوامل القوة والضعف في أي مرحلة؟ عوامل القوة والضعف يتم تحديدها في تحليل البيئة الداخلية. أما في تحليل البيئة الخارجية، فإننا نقوم بتحليل البيئة الخارجية للمنظمة من أجل تحديد الفرص والتهديدات، التحديات التي تواجه المنظمة. ختاما أعزائي الطلاب، أشكر لكم استماعكم، والسلام عليكم.